نذكر في هذا مختصرا لآراء العلماء في إهداء الفاتحة لروح النبي صلى الله عليه وسلم. قال الخطيب الشربيني يرحمه الله تعالى ويغفر لنا من الشافعية: منع الشيخ تاج الدين الفزاري من إهداء الفاتحة لروحه صلى الله عليه وسلم، وعلل ذلك بأنه لا يتجرأ على الجناب الرفيع إلا بما أذن فيه، ولم يؤذن إلا في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وسؤال الوسيلة له. وقال الإمام السخاوي عن شيخه الحافظ ابن حجر العسقلاني إنه سئل عمن قرأ شيئا من القرآن وقال في دعائه: اللهم اجعل ثواب ما قرأته زيادة في شرف النبي صلى الله عليه وسلم، فأجاب: هذا مخترع من متأخر القراء، لا أعلم لهم سلفا فيه. وقال البهوتي الحنبلي يرحمه الله تعالى: كل قربة فعلها المسلم وجعل ثوابها أو بعضها كالنصف أو الثلث أو الربع لمسلم حي أو ميت، جاز ذلك ونفعه لحصول الثواب له حتى لرسول الله صلى الله عليه وسلم. واستدل من قال بالجواز بما ورد أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يعتمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، ولعدم المحظور، بل دل على جوازه ما ورد في جواز الحج والصوم عن الميت. وعن محمد بن إسحاق السراج النيسابوري أنه ختم عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 10,000 ختمة، وضحى عنه مثل ذلك. وقال الشيخ الدردير المالكي: صرح بعض أئمتنا بأن قراءة الفاتحة مثلا وإهداء ثوابها للنبي صلى الله عليه وسلم مكروه، لأن الله قد خصه صلى الله عليه وسلم بالصلاة والسلام عليه وأمر بها، فقال: صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال القاضي عياض: لا يجوز سؤال الرحمة له صلى الله عليه وسلم إلا مقرونة بالصلاة والسلام عليه. وقد رد بأن ذلك يعارضه إقرار النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي كما ورد في الصحيحين: اللهم ارحمني ومحمدا، فلم يعارضه النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.